صباح الخير، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، برحب بيكم على قناتنا على اليوتيوب طب وتنمية بشرية وعلى صفحتنا على الفيسبوك بنفس الاسم. النهاردة معنا مع الحلقة النشرة الطبية، الحلقة رقم 5، النشرة الطبية اللي احنا بنجيبها لكم من ألمانيا، وبنشوف مراكز الطب في ألمانيا قالت ايه والسياسيين هناك برضو تعاملوا مع الموضوع ازاي. زي كل نشرات الأخبار في العالم، أنا النهاردة عامل ملخص النشرة. أولا عندنا 4 أخبار. 1، المستشارة تحذر من التفاؤل الشديد لإجراءات التخفيف. 2، فتح العناية المركزة في بعض المستشفيات لعدد من حالات غير الكورونا. 3، نزول الجيش الألماني للمساعدة في ألمانيا. 4، تذبذب نسبة الريبرودكشن أو إعادة العدوى. تفاصيل الأخبار. خبر الأول، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التفاؤل الشديد والتسرع في العودة للحياة الطبيعية، واعتبرت أن الوقت الحالي والمرحلة الحالية بالذات بعد إجراءات تخفيف القيود اللي قامت بها الحكومة الألمانية امتحان حقيقي للشعب الألماني ما حصلوش قبل كده من أيام الحرب العالمية الثانية ومن ساعة تأسيس الجمهورية الفيدرالية الألمانية. هما هي مدية حرية شوية لل16 ولاية يوفقوا أوضاعهم على كل واحد على حسب طبيعته، لكن قالت وجهت نداء وقالت أن الديمقراطية فرضت عليها إجراءات وقرارات العودة التدريجية للحياة الطبيعية، لكن وجهت نداء لبعض الولايات بالذات أنها ما يعني ما ترجعش بسرعة جامدة بسرعة شديدة للحياة الطبيعية، وقالت ما تخلوناش نضيع كل اللي عملناه في السبع أسابيع اللي فاتوا. وقالت ان هي نفسها كبني ادم المانية صعبان عليها الاطفال والعواجيز ان هما مش قادرين يقابلوا بعض، جد مش قادر يقابل احفاده او ابنائه او كده، لدرجة ان هي خدوا قرار جميل انه بدوا من النهاردة في دور المسنين ان هما تبقى المقابلة بينهم وبين زيارات لدور المسنين بعد 7 اسابيع من العزل الكامل. عملوا لهم كده زيارة يا جماعة بباب ازاز كده زي السجن، يعني بمعنى ان الواحد يقف بره ومامته او باباه جوه ويبتدوا يكلمهم في زياره لمده معينه، بس مفيش طبعا اي تلامس عن طريق الباب الازاز. ده كان من اجمل القرارات اللي اتعملت. طبعا وقالت ان المانيا جزء من الاتحاد الاوروبي وانها واقفه مع الاتحاد الاوروبي عشان يطلع من كابوته. ده الخبر الاول. الخبر الثاني، وزير الصحه الالماني شفناه قبل كده ينز شبان قرر انه من اول مايو هيفتح بالعمليات المؤجلة بعض من سراير العناية المركزة. وإنت مثال قال في بعض المستشفيات، في مستشفى مثلا في هانوفر فيها 50 سرير عناية مركزة، كانوا مخلين منهم 48 محضرينهم للكورونا. في خلال شهر الحمد لله يعني ما جاش غير 10 بس عناية مركزة، وفضلوا 38 سرير فاضي. وقال في واحد عايز عملية قلب مفتوح أو عملية صمام أو حتى عملية ركبة أو عملية عظام أو عمود فقري أو كده، مش معقول هيستنى أكتر من 7 أسابيع أو فداء أو 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 كويس. فابتدى يفتح بعض السرير العناية المركزة عشان بيطلع العمليات ممكن يدخل العناية المركزة، فهيقسم العصايه من نص، هيبقى نص السرير محضرة مجهزة وفاضية للكورونا والنص الثاني لغير الكورونا. ومن الطريف إن بعض الناس اللي عندهم عمليات مؤجلة مش عايزين يروحوا المستشفى يعملوا العمليات، يعني دلوقتي في مكان في ميعاد العملية وخايفين يروحوا المستشفى لحسن ياخدوا عدوى من الكورونا. تعرفين يا الشعب الألماني دقيق. الخبر الثالث، إن الجيش الألماني ابتدى ينزل يساعد العواجيز اللي هما ملهمش حد في بيوت وفي أماكن ومقفول عليهم، وكان الطبيعي إنه بيجي ممرضين وممرضات ومسعفين من بولندا من تشيكوسلوفاكيا من الدول الشرقية يساعدوا الناس دول وياخدوا أجرهم ويمشوا. دلوقتي مع الكورونا وقفل بعض الحدود ما بيجوش وخايفين يجوا ومعرضين لو جوه حاملين المرض هيقعدوا العواجيز. فنزل الجيش الألماني عشان يساعد العواجيز، بقى وردية واحد في الجيش الألماني انه يقعد جنب واحدة عجوز او واحد عجوز يساعده طول الليل، دي وبقت وردية في الجيش. آخر خبر عن تذبذب نسبة إصابة العدوى، خبر طبي بحت عن تذبذب نسبة الريبرودكشن انفكشن او إعادة العدوى، بمعنى إنه فرد هيعدي كام واحد. الكلام ده في أوائل مارس وصل إنه كان فرد ممكن يعدي 5، أول العملية كانت زحمة قوي. بعد كده لما حصلت إجراءات القيود وكده ابتدى واحد يعدي 3، يعني النسبة ابتدت تقل، وصل حسب روبرت كوك انستيتيوت
شغله مع جون هوبكنز انستيتيوت برضو ده في امريكا وده في المانيا، وصلوا ان هو النسبه في المانيا وصلت دلوقتي لواحد الى واحد او واحد الى زيرو، يعني الى 9 من 10، واحد لتسعة من عشرة. كانت النسبه حتى في من حوالي كام يوم وصلت ل7 من 10. ففي تذبذب دلوقتي، هم ابتدوا اجراءات تخفيف القيود. هل يا ترى اجراءات تخفيف القيود دي هتزود نسبه الريبرودكشن ولا هتقللها ولا هتفضل متذبذبه كده؟ ده اللي هنعرفه في الاسابيع الجايه. اتمنى اكون افدتكم، واتمنى تكون الحلقه عجباكم والقناه عجباكم. ما تنسوش تشجعوا بالذات قناتنا على اليوتيوب، لان هي لسه ناشئه ومحتاجه تشجيعكم باي سبسكرايب او اي حاجه. وشكرا وشكر جدا، والى حلقه قادمه ان شاء الله باخبار جديده من قلب المانيا. ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.